الحقيقة شنت علي أنا شخصيا هجمة كبيرة في الإنترنت من أناس بعينهم وصفحات مش معروفة من صاحبها ولا يعني تكتب بأسماء وهمية وما إلى ذلك. اللي بدأ هذه الهجمة هو الملحق الإعلامي في السفارة الليبية في تونس. الملحق الإعلامي في السفارة الليبية في تونس اسمه جمال الكفالي. خليني نقول لكم شن كتب جمال الكفالي وبعدها نشرت عنا الصفحات وحطت صورتي معاه. السيد جمال الكفالي كتب هذا الكلام في 3 أكتوبر الساعة 8:30 مساء. ضغوط رجل الأعمال حسني بي عبر إعلامه على شركة إيفيكو في تونس. ضغوط رجل الأعمال حسني بي عبر إعلامه اللي هو أنا يقصد به بعدين كتب اسمي في الحلقة بعدين. عبر إعلامه على شركة إيفيكو في تونس. طبعا هو يقصد شركة لافيكو مش إيفيكو. إيفيكو يا سيد جمال هي شركة إيطالية تصنع في الإيفيكوات اللي كنا نركب فيهم باش نتنقلوا بين المدن. والآن نأتي لموضوعنا الأساسي وهو أرض سكرة بالعاصمة تونس ومساحتها هكتار وتجاورها أرض مملوكة لرجل الأعمال الليبي حسني بي والذي اتفق مع الإدارة السابقة وقدم عرض لشراء الأرض وحددوا سعر المتر الواحد بمبلغ 360 دينار تونسي في حين يبلغ سعر المتر في منطقة سكرة الآن ما يزيد عن 3700 دينار ولأهمية موقع الأرض فإن سعرها أعلى من ذلك بكثير ما نعرفش لوين بيوصلوا وقال 3700 تو نشوفوا بعدين قداش تسوى الأرض. قدمت الإدارة الجديدة أسعار أخرى حقيقية لسعر المتر وتم إيقاف البيع وهذا ما جعل إعلام رجل الأعمال عبر الإعلام المهتم باستثمارات ليبيا بالخارج فقط السنوسي يشن حملة تشويه على الشركة وإدارتها بغية ابتزازهم وعقد اتفاق لشراء الأرض بثمن زهيد وهذا ما تم رفضه. هذه الحملات التي تشن على التي تشن عن متابعتها هو اللي كاتب الكلام هو مش أنا اللي ما نعرفش نقرأ. هذه الحملات التي تشن عبر متابعتها تعتقد أن من يطلقها أناس وطنيون تهمهم ليبيا والمال العام ولكن في الحقيقة تجد أن من يطلقها ويشنها لا هم لهم إلا نهب لا هم لهم إلا نهب مال ليبيا تحت ستار الوطنية الزائف والتلاعب بمشاعر الناس لكي يكسبوا تأييدهم. هذا يحكي عني نيه. تم رفض عرض حسني بي والشركة اعتمدت بيكتب وبيقول اعتمدت مشروع استثماري يقام على أرض على قطعة الأرض وهو بناء 10 فيلات درجة أولى وبيعها بسعر مرتفع القيمة نظرا للموقع الممتاز للأرض وعروض الشراء بدأت قبل البدء في التنفيذ ومرفق صور للمشروع والمؤكد أنه أفضل من سعر 360 دينار للمتر الواحد. أموال ليبيا واستثماراتها بالخارج أمانة في رقبة من أؤتمن عليها ولن نغفر لمن يحاول نهبها أو يساعد في ذلك وسيلعنه التاريخ ولن تفيده الإقامة الفاخرة ولا السيارة الفارهة التي سيكسبها جراء بيعه لضميره. هذا الكلام علي أنا. في الصورة رقم 1 أرض الدولة الليبية وصورة رقم 2 أرض رجل الأعمال حسني بي جمال الكفالي الملحق الإعلامي في السفارة الليبية التونسية. هل بناس يقولوا لي مش مفروض توريهم انك انت منغاز؟ انا انغزت صحيح في فترة معينة تعفلقت من هذا الموضوع جدا فانا والله لو كان الموضوع يخصك انت اقسم بالله لم اكن افتح هذه الحلقة ولكن لان يخصني نيه ويشوف في سمعتي نيه انا اعتزمت اني ندير الحلقة هي لان انا غدوة ماشي بنرفع قضية في المدعو جمال الكفالي واطالب السفارة الليبية في تونس ان هي تلزة ولا مكان لمرتزقه زي ما قاعدين يبتزوا فيه. قال عليك عضو من المقاتله انت ما تقدرش تتبع حجاجه يا رجل شايفك انا ونعرف يا سيد احمد والله.